FM. الكلمة ليك. سيد عبد الحفيظ في تأكيد رسمي مرة أخرى بالنسبة للمستقبل علي معلول، وخاصة الكلام اللي خرج على علي معلول وكونه باش يكون في الترجي التونسي في الصيف القادم. سيد عبد الحفيظ يوضح. أكيد لا يختلفوا الاثنين في مدى عرقة النادي الأهلي، وخاصة طريقة تعامله مع النجوم ومع لاعبيه. سيد، نستغل وجودك معنا حول وضعية علي معلول، لأنه أيضا راجت في تونس عديد الأخاويل حول علي معلول عودته في الصيف القادم إلى الترجي التونسي. ما مدى صحة هذا الخبر؟ هل النادي الأهلي يفكر في التفريط في علي معلول أم لا؟ علي عاوزين مع الاعلام يجد فني بشكل كبير جدا جدا، وهو مقدم دور على مستوى عالي قوي حتى الان، يمكن من مباريات 18 بتلعب في مسابقه الدوري العام او حتى مصر بيبقى ليها مباراه 19. علي بقى حوالي 16 مباراه من اصل 19 مباراه او 17 من اصل 20 مباراه، وده عدد كبير جدا، فده يبين لك مدى الاستغلال او مدى اهميه اللاعب بالنسبه لنا. علي من اللعيبه المؤثره جدا مهمه جدا بالنسبه لنا، احنا جايبين الموسم الصناعي او جايبين الموسم ده عشان يبقى فيه اضافه لينا وهو يساعدنا، واحنا كمان نساعده بشكل كويس جدا. وبعد الموسم انت عارف ما ينتهي، انت عارف كل الموسم بيبقى له احتياجاته وليه اراء وليه مصادر ثمن الموسم اللي بعد. يعني بعد نهايه الموسم يعني بنتكلم بقى على رؤيه للسنه الجايه، لكن احتياجاتنا لعلي السنه دي او الفتره اللي جايه احتياجات مهمه جدا جدا وقويه جدا. يعني ليست هناك نيه في التفريط في علي معلول خاصه؟ لا 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 خالص، بالعكس. كاب اف ام، الكلمه ليك.